اطلب من طليقي اسمها بلو بيري، حلمت اني اطلب من طليقي حذائي فاعطاني حذاء قديم غير متشابهه، اصريت ان البس متشابهه ولبس ولاحظت ان لي 4 اقدام ولي 4 احذيه متشابهه مطلقه ومعطله عن عملي. غريب الحلم هذا. في بعض الاحلام يا بلو بيري تكون مربوطه في حياتك بشكل عميق، يعني ما ينفع ان الواحد يفسرها على رساله مكتوبه. يعني هنا انه طليقك حذائي بما انك انت طلبتي وهو اعطاكي، بما انك انت طلبتي وهو اعطاكي في الحلم، معناته انه كان في شيء تعطل معك لما انت طلقتي منه يعود لحياتك مره اخرى. يعني ربما انك انت حظك قل بعد الطلاق، حياتك نقصتها اشياء، فربنا سبحانه وتعالى يعوضها لك من جديد. واذا كان ظالمك الله سبحانه وتعالى ياخذ منه وينصرك، يعني هو يصاب بالبلاء وانت تصابين بالهناء. اذا كان يحاول اصلاح معك فانت لا تكثري عليه، فهو راح يحاول يسوي لك اكثر شيء ممكن. ال4 ارجل ال4 احذيه دلاله زياده بالسند والدعامه، فربما ربنا العالم سبحانه وتعالى في الايام القادمه يعطيك زياده في الحجه وزيادة في الأشخاص اللي أنت تقدر تعتمد عليهم من حولك، والعلم عند رب العالمين.